يا صيدنا يا سقفك المفروش غناني الفضا من صوتها مطوش كرومك لخير أهلك زجر بالأرض شك شروش نجومك على إيدك المسطوحة غيومك كتابك بالسماء مفلوش وديرك خوابي عطر مفتوحة لملايك بتنزل عليه جيوش وبرج الجرس برج الجرس بالدير الدوحة بإيد الصخور العالي مكموش كاسك يا ضيعة صباح الخير زينب سعد صباحك سلمى كيفك اليوم؟ حلو الجو لهلا حلو قال اليوم في منخفض المساء بيستمر ليوم الجمعه او مساء الجمعه يعني ان شاء الله يضل شوي هيك في شويه شمس يعني خلص تعبنا من البرد بس كمان لازم ننوه انه الكل اللي طالع هلا من بيته يعمل احتياطاته لانه ممكن الطقس فجاه يقلب ويتغير يسعد صباحك عن جديد وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه وبرنامج صباحنا غير محطات عديده ومتنوعه بين الفن وايضا الصحه والمجتمع رح تكون ضمن محطاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين لليوم رح نطلع عليكم بساعه وربع من الوقت من مطعم بيرلاندنا نشكره على استضافته لنا وصباحك عن جديد يا زينب يسعد لي صباحك سلمى عن جديد وصباح الخير لكل مين انضم لرحلتنا الصباحيه لليوم اكيد بنتمنى هاليوم يحمل معه كل الخير والانجازات على كافه الاصعده ودائما بناكد انه ديروا بالكم منيح كورونا بالموجه الثالثه ما خلصت وعم يتقلب الطقس يعني ديروا بالكم دبل اكيد ضمن حلقتنا اليوم في كثير من الفعاليات اللي سلطنا الضوء عليها واكيد رح تكون عبر حلقتنا اضافه لضيوفنا والعديد من الاخبار لكن بعد الفاصل محطاتنا لليوم من حمص احتفالا بيوم المسرح ويوم الرقص العالمي أقامت مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بوزارة التربية بالتعاون مع مديرية تربية حمص عرض فني بعنوان صندوق الدنيا تفاصيل أوفى مع مراسلنا أسامة ديو احتفالا بيوم المسرح ويوم الرقص العالمي أقامت مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية بوزارة التربية بالتعاون مع مديرية تربية حمص عرضا فنيا راقصا بعنوان صندوق الدنيا ومعرضا للفنون الجميلة في مسرح الزهراوي وعرضا مسرحيا في المركز الثقافي
هذه هي النسخة الثالثة من مسابقة يوم المسرح العالمي، متزامنة مع فعالية جديدة هي يوم الرقص العالمي، وهي نسخة تجريبية يعني تمهيدا لاعتمادها كمسابقة رسمية أيضا في وزارة التربية في الأعوام القادمة إن أمكن. تقيم وزارة التربية مديرية المسرح المدرسي دائرة المسرح المدرسي في محافظة حمص مجموعة من الأنشطة الفنية والفعاليات الفنية تتضمن عرض فني راقص بعنوان صندوق الدنيا، عرض مسرحي الملك لير، معرض للفنون الجميلة. بهذه الفعالية التي من خلالها يتم تبجير الطاقات الكامنة في لدى أبنائنا الطلاب الذين هم وخاصة في هذه الأوقات بألح الحاجة إلى هذه من أجل الشعور بالفرح ونشر الثقافة والتراث. اليوم عندنا الفعالية بمناسبة يوم الرقص العالمي، بدنا نحكي من خلال صندوق الدنيا عن رقصات العالمية بشان نوصل للأطفال انه في شيء الافكار، نحن مو بس يعني شيء عن بلدنا، في عن شيء عالمي. المعرض بيتضمن اعمال الطلاب الموهوبين الموجودين بصالات بصالاتنا نحن بالمدارس، من اعمال يدويه، لوحات رسم، مختلفه المواضيع، متنوعه الخامات، بشيء بالتظليل، شيء بالانمائي، شيء بالزيت. عندنا اليوم اكثر من فقره فنيه وراقصه لنفرج مواهبنا للناس ولنفرج مواهب الاطفال السوريين. اليوم قدمنا أكثر من فقرة راقصة مشان نفرج مواهبنا لكل الناس ومشان نفرج الناس إنه مواهب الأطفال السوريين. المسرح المدرسي يهدف إلى إظهار المواهب لدى الأطفال من خلال مشاركتهم في عروض فنية تساهم في تكوين شخصيتهم نفسيا واجتماعيا وتنمية قدراتهم الإبداعية. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. سلمى، ذاكرت الأيام وشو حملته من أحداث وتواريخ بهالتقرير؟ اليوم 1 نيسان، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1976 تأسيس شركة أبل. عام 1982 طائرة كونكورد التابعة للخطوط الجوية الفرنسية تحلق لأول مرة إلى كاراكاس ريو دي جانيرو. وفي عام 2017 انهيار أرضي في موكوا جنوب غرب كولومبيا. ومن الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1865 ريشار سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925. وفي عام 1868 إدموند روستان، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي. ومن الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1968 ليف لاندوا، عالم فيزياء نظرية سوفيتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962. وفي عام 1987 عبد الرحمن الخميسي، شاعر مصري. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم. يسعد صباحكم. محطاتنا رح تكون مع العمل التطوعي ورح نتعرف أكثر على طرق العلاج المتممة لصعوبات التعلم والدعم النفسي لطفل الصعوبات والاستشارة النطقية، إضافة إلى جديد أنشطة جمعية سبل مع منسق الأعمال بجمعية عقاب نصر الحلبي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك عقاب. يعني خلينا نتعرف في البداية عن طفل الصعوبات. يسعد صباحكم. طفل الصعوبات اليوم هو طفل سوي. كطفل هو يظهر بالعام أو بالشكل الخارجي هو طفل سوي، لكن عندنا بعض الخبايا داخل الدماغ اللي هي تمنع عملية التعلم أنه تتم بشكل صحيح، مثله مثل أقرانه من الأطفال الطبيعيين. بمعنى آخر هو طفل طبيعي لكن غير قادر على الاندماج بالمدارس حسب المنهج
المدرسي بسبب هو حاجة خطة فردية تتناسب مع قدرات الطفل حسب نسبة ذكائه. طيب خلينا نعرف كيف بيقدر يتعرف الأهل على طفلهم اللي عم بيعاني من صعوبات التعلم، كيف عم تقدروا تساعدوهم بهالمهمة؟ بداية الأهل لما بدهم يلاحظوا في عند الطفل أي مشكلة فهي بالغالب تظهر ما قبل، خلينا نقول بعد، يعني كمصطلح صعوبات تعلم بدي أطلقها على طفل فهي بالغالب بعد 7 سنوات أو بعد الصف الثاني المدرسي، يعني بعد الصف الثاني بالمدرسة، لسبب ما قبل ذلك قد يسمى تأخر تعلم، يعني بمعنى آخر الطفل بيكون عنده تأخر بنمائي من ناحية النطق، من ناحية الإدراك والاستيعاب، من ناحية الفهم، التذكر، العمليات العقلية أو المعرفية اللي ممكن يقوم فيها أي طفل. لكن ما بعد الصف الثاني ببلش تظهر المشاكل اللي هي عدم قدرته على ربط الحروف، عدم قدرته على الفهم والاستيعاب، عدم القدرة على أنه يربط الحروف والكلمات ببعضها حتى يعطيني جملة متكاملة، فهون بيصير عندي أنا صعوبة بالتعلم عند الطفل، نطلق عليه مصطلح صعوبات تعلم، فهو يبدأ مرحلة العلاج. هل انه اذا نسال احنا ما قبل هي العمر 7 سنوات هو طفلي بضل طبيعي ما عنده اي مشكله ممكن يستمر؟ بنلاحظ نحن لا، بالغالب اي طفل صعوبات تعلم في سبب، يعني ممكن يجي طفلي النمو، يعني خلينا نقول نحن من تاريخ الحاله مرحله النمو الطبيعيه تكون عنده سواء من الطفوله المبكره حتى الطفوله المتوسطه من عمر يعني سنه ونص تقريبا لعمر السن 6 سنوات، المفروض يكون في عندي هون خلل بالتطور سواء الحركي اللغوي الكلامي التفكير الاجتماعي او من ناحيه التواصل، بنلاحظ في عندنا تاخر بهذا المهمات كلها. طب خلينا نحكي شوي، اليوم كثير عم نلاحظ انه كثير من الاطفال عم يتاخروا بالنطق او بالتعلم، دائما معهم تشتت انتباه فرط نشاط بسبب ممكن حياتنا اليومية أو الممارسات اللي عم نمارسها فيها. اليوم لكل أم عم تعاني من إنه ابنها ما عم يحكي، عم يتأخر عن 4 سنين وعلى 5 سنين أحياناً، كيف هي الاستشارة النطقية اللي ممكن أنتم تعملوها وعلى أي أساس بتبقى بتتشخص الحالة؟ بداية الملاحظ الأول هو الأم، لما الأم بتلاحظ بطفلة ما عم يعني إذا بتقارنه بأطفال من عمره ما في هذا التطور الصحيح وتحديدا لغويا، لأن اللغة هي وسيلة التواصل الوحيدة عند الطفل بعمر خلينا نقول السنتين، المفروض طفلي عم بيكون لي كلمات كاملة بعمر 3 سنين عم يعطيني قصة سواء من الواقع أو من الخيال، فالطفل بلش يعطيني أشياء، لكن بيوصل لعمر 4 سنين أو 3 سنين لسه ما طالع ولا كلمة، هو فقط أصوات حروف بيعطيني، فهم في عندي مشكلة، عندي تأخر لغوي عند الطفل، هذا الشيء ينتج عنه فيما بعد تأخر أو صعوبة في التعلم، لأنه إذا بدنا نحسبها نحن أو نقول ما قبل الـ4 سنوات الطفل المفروض يكون مشي بعمر السنة ونص مثلا أو السنة للسنة ونص، تحدث أو تكلم أو بلش يعطيني كلمات أو جملة من كلمتين مثلا فأكثر بعمر السنتين، طفلي قادر على تكوين علاقات اجتماعية، قادر على أنه يستوعب معي، أعطيني خود جيب يفكك يحلل يركب من الألعاب، هون ببين عندي أنا إذا في عندي تأخر بالعمليات العقلية أو ما يسمى بصعوبات التعلم النمائية، لهيك إحنا بنسميها ما قبل 4 سنوات أو ما قبل 5 سنوات، هون طفلي بيكون عنده تأخر تعلم، ما فيني أعطيه وصمة صعوبة التعلم لأنه بالغالب هي المفروض يعني تكون ما بعد سن الـ7 سنوات، لكن في أسباب كثير واضحة ومنتشرة. بالبداية بدنا نسأل الأم، هل عندك أي مشاكل بفترة الحمل؟ في عندها تطور يعني مرحلة تطور الجنين كانت طبيعية بفترة الحمل، يعني حتى فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعد الولادة، يعني هي المرحلة كثير حساسة بتاريخ أي طفل، لسبب ممكن الطفل يطرأ عليه عملية نقص في الأكسجة، هون بيحتاج هو حاضنة، فقد تؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي، بمعنى الدماغ بصير في عندي تلف ببعض الخلايا، تلف ببعض بتلافيف الدماغ، هي بتعقلي عملية التعلم، إضافة لأنه قد يكون طفل بيشرب من السائل الأمينوسي برحم الأم، استخدام أدوات أو ملاقط أو ما شابه بعمليات الولادة تؤثر على الطفل. أيضا فيما بعد ممكن يحصل عندي تسمم في الدم أو إنتانات في الدم عند الأطفال بعمر الأشهر الأولى، أيضا بتسبب لي مشاكل لاحقا بعملية نمو الدماغ حتى أثناء نقل المعلومات، لأنه نحن اليوم عم نستقبل المعلومات عن طريق السمع، النظر، اللمس، حتى تتثبت بالدماغ المعلومة بتاخد وقت، فهون بصير في عندي أنا مشكلة بطريقة تلقي المعلومة وبطريقة تثبيت المعلومة، فمنلاحظ ببلش الإخراج للمعلومة بطريقة خاطئة، يعني الطفل مو هو
مو انه هو ما عم يفهم علي، انما هو قدرته الاستيعابيه بهاي الطريقه، فنوعا ما بيكون ذكاءه متدني عن اطفال ذكاء الاطفال الطبيعيين. طيب عقاب، هلا نحن حكينا عن تشخيص المشكله وعن اسبابها، خلينا نحكي عن طرق الاستشاره والدعم النفسي اللي عم تقدموه بسبل لهي الحالات اللي موجوده حاليا بمجتمعنا. هلا الاهم بدي اقول عن دعم النفسي لطفل الصعوبات اللي هو اليوم قد يعاني من تلعثم في الكلام او من قلب في الحروف او عدم القدره على القراءه او المشاركه الصفيه، تحديدا الاطفال اللي هن من الصف الاول للصف الخامس السادس، هدول المرحله بهي المرحله وخاصه صفوف الدمج، احيانا الطفل عم بيكون يعني عم بصير في عنده خجل، عم بصير في عنده مشاكل نفسيه تؤثر على سلبا على عمليه التعلم عنده، بصير في عنده عدم قدره ودافعيه للتعلم اساسا، هي كلياتها عم تنتج عنا اثار نفسيه سلبيه للطفل. بداية هم بدنا نبلش نحن الأهل يتفهموا المشكلة تماما، يقتنعوا بفكرة أنه طفله مو بحاجة يعني ما لا غير قادر على التعلم مع المجموعة، إنما هو بحاجة خطة علاجية فردية قد تكون من المنهج المدرسي بحد ذاته لكن بشكل أقل من المعطى لكل الأطفال أو لكل طلاب الصف أو المجموعة، إضافة لأنه نحن نبلش إذا كان عنده مشاكل مثلا بالتأتأة نعالج له هي المشكلة، لأن هي المشاكل تأتأة تأخر لغوي أو اضطراب بالكلام أو طلاقة الكلامية، غالبية أطفال صعوبات التعلم قد تكون مترافقة مع الصعوبات الأكاديمية أو النمائية اللي بيعاني منها، إضافة لأنه بدنا نبلش إحنا نعالج له هي المشكلة، نعلمه كيفية يطلع الكلمة، كيف هو يأخذ النفس الصحيح ليستخرج الكلمات بوقتها، كيف هو يطول باله شوي ليستوعب، لأنه طفل الصعوبات ما بيمكن يسمع المعلومة بالشكل الصحيح اللي نحن بنسمعها، بمعنى آخر يعني بيسمعها بطريقة مختلفة عن المعنى المقصود، أو في عنده بطء بنسميها أو قلة في الفهم السمعي أو فهم البصري، حتى ممكن الحروف أحيانا يقرأها بطريقة مختلفة أو النقاط بطريقة متراقصة من إلا، إضافة لأنه نحن بدنا نخليه يتروى لحتى يسمعها يحللها يكون متروي، يخفف الحدية اللي ممكن تكون موجودة عند بعض أطفال الصعوبات، يخفف فرط الحركة اللي يكون مترافقة أيضا اللي هي ADD أو ADHD يسمى باضطراب الحركة وفرط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، فالطفل بيكون عنده فرط حركة ما عم يقدر يعني خاصة إذا كانت اندفاعية بده يجاوب بيطلع الجواب غلط، بده يشارك بالمعلومة، بده يشارك بالحركة، بده يشارك، فبصير في عندي مشاكل بيعاني منها الطفل، حتى قليل الأشياء بتأثر عليه اجتماعيا، ممكن ينبذ أحيانا من أصدقائه، ينبذ قليلا عن الصف المدرسي لأنه المعلمة غير ملامة أنا برأيي، يعني هي اليوم عندها 40 أو 50 طفل فغير قادرة على أنه بالشابة يعني تعطي الاهتمام لهذا الطفل الوحيد من صعوبات التعلم ومجموعة الأطفال، فهنا بحاجة صفوف دامجة خاصة فيهم. يعني خلينا نحكي كمان على الدور التكاملي بين الأهل والمدرسة، يعني بجوز المدرسة تلاحظ أنه في صعوبات تعلم عند الطفل وتنبه الأهل، أو العكس صحيح وتحاول معه بطرق معينة، فكان خبرنا عن هذا الدور. بالغالب الطفل اللي يعاني من أي مشكلة أو رح نسميها إعاقات خفية اللي هي داخل الدماغ ما أنا موجودة ولا تظهر، هي لا تظهر إلا بالاختبارات يعني أو المقاييس التربوية أو النفسية اللي ممكن يساويها الاختصاصي، هون أي طفل بيدخل اليوم على المدرسة فهو يعني عنده مشكلة، فحصرا هو بيخضع لمديرية القياس والتقويم بوزارة التربية حتى يدخل على صفوف الدامجة أو كطفل طبيعي، لكن فينا نقول نحن ما ظهرت بالمشكلة هي بهي الفترة، ظهرت بالصف الثاني فليكن بالثالث، فما فوق بلشوا الأهل يلاحظوا طفل لا عم يكتب لا عم يقرأ، ما عنده استيعاب للعمليات حتى الحسابية، عنده خربطة بالأرقام، عنده خربطة بالاستيعاب السمعي بالاستيعاب البصري، ما عنده قدرة على التوازن بكل هاي التفاصيل، في حال المعلمة اكتشفت بعض الأهل لا يتقبلوا فكرة أنه لا ما فيه شيء طفلي طبيعي، طب ما هو ما عم يقرأ ولا عم يكتب، أقل المفاهيم اللي ممكن يدركها طلب صف الكيجي 3 هو ما عنده إياها وهي هو صف ثالث، يعني بعمر العقلي أقل بكتير من العمر الزمني بيكون عنده الطفل بسنتين أو بثلاثة أو أكثر، هون بدنا يكونوا الأهل متقبلين للمشكلة، يكونوا قادرين على العلاج، يساعدوا المعلمة في حال المعلمة قادرة على أنها تساعد لحتى الطفل يطلع من هاي المرحلة، يعني ما يضل يوصل لمرحلة 12 سنة أو 13 سنة أو غيرها، لين نقول مرحلة البلوغ مع الأسف بيكون عملية التعلم توقفت بالغالب، فهي ما قبل 12 سنة هي المرحلة الأساسية لتعلم أي طفل طبيعي أو صعوبات تعلم كان. نعم. طيب خلينا نحكي هون بهي المرحلة عن تجربة الدمج، يعني كثير شفنا حالات تم دمج الأطفال بيعانوا من صعوبات التعلم مع أطفال سويين لمحاولة خليني أقول الاستفادة من قصة أنه طفل بيقلد دائما اللي حواليه بيتعلم
منهم، قديه اعتمدتوا هذا الاسلوب ولا لا؟ هلا لما بدي اعتمد على عمليه الدمج بشكل كامل بدي يكون طفلي منهي مرحله العلاج النفسي النمائي الطبي اذا كان يحتاج، اللغوي، يعني بيكون هو ما قطع هي المرحله او هي المسيره يلي ما قبل مرحله الدمج، لحتى انا اكون هيئته نفسيا للدمج، هيئته اكاديميا للدمج، هي انه في عندي مهارات ما قبل الاكاديمي ومهارات التعلم النمائي ومهارات التعلم الاكاديمي لاحقا، حتى طفلي يكون قادر على انه يدمج بهي المدارس او حتى الروضات الدامجه. المفروض بهي الفترة نحن يكون طفلي أنهى هي المراحل، غير يعني لما بدنا نحن بين أول مرحلة تقييم وبين آخر مرحلة تقييم اللي هي قد تكون كل 3 أشهر تقريبا، حتى نشوف مرحلة التطور عند الطفل وين وصل فيها من خلال قياس حتى مستوى الذكاء. وسؤال دائما نتعرض له انه نحن بنزيد نسبة الذكاء، لا، نسبة الذكاء هي موجودة مع الطفل من لما بيخلق، هي تتطور حسب الامكانيات الموجودة، يعني مو ممكن انا اليوم اعطيه نسبة ذكاء 70 ارجع اعطيه بعد شهر 90 او بعد شهرين او بعد سنتين ثلاثة مثلا او 10 سنين، لا، هي نسبة الذكاء بتضلها مترافقة مثل ما هي، لكن نحن شو بنعمل؟ بنطور نقاط القوة اللي ممكن تتناسب مع هي نسبة الذكاء الموجودة عند الطفل. بمعنى آخر اللي هو لا يصنف على ضعف بيني كاختبارات ستانفورد بيني اللي هو أفضل بالنسخة الخامسة، طبعا هو أحدث نسخة لقياس صعوبة التعلم، بين لا هو لا يصنف على تخلف عقلي ولا يصنف على الضعف البيني ولا حتى على صعوبات التعلم أو بطء التعلم، لأنه هون في عندي فرق كثير كبير بين ما يسمى صعوبات تعلم، بطء تعلم أو حتى تأخر تعلم، تختلط أحيانا المفاهيم، لكن كل حالة خاصة بحد ذاتها وكل حالة إلى معايير وإلى نسبة كثير تفاصيل، لأنه صعوبات التعلم هو طفل قادر على التعلم، طفل يستجيب لكن بقدرات محددة، بنسبة ذكاء محددة، ببرامج فردية خاصة بهذا الطفل. أما بطء التعلم هو قدراته، القدرة نسبة الذكاء متدنية، نسبة الذكاء أيضا متدنية قد تكون 60 وما دون، يستجيب مع المجموع، لكن في الغالب يظهر صعوبة في كافة مجالات الحياة، يعني بمعنى حتى بالعلاقات، بالتواصل، بالتعلم الأكاديمي، بالنمائي، بالتشتت، بكل هي التفاصيل، حتى لغويا في عنده تشتت بكل هي المراحل، حتى تقبله اجتماعيا يكون في عنده مشكلة بالتواصل مع الأشخاص. التأخر التعلم بيكون ما دون 6 سنوات أو 5 سنوات ممكن له تأخر تعلم، يكون تأخر من الإهمال، يعني تأخر ناتج عن الإهمال، لكن صعوبة التعلم تظهر بفترة مرحلة معينة، في حال عولجت تعالج، في حال عولجت تعالج طفلي ينتقل إلى المرحلة العامة أو للحياة العامة لينطلق مع كل حدا. هل يعاني منا لاحقا؟ ممكن يعاني منا بحياة الاجتماعية أو بالحياة اليومية بنسميها، لكن أكاديميا إذا هو انطلق بالكلام، باللغة، بالقراءة والكتابة فهو تمكن منا بشكل كتير صح. نعم، طب خبرنا عن نشاطاتكم بجمعية سبل القادمة، هلأ عنا أعياد ورمضان، في شيء جديد؟ بداية كجمعية أهلية تعنى بذوي الإعاقة، فهي الشيء الرئيسي اللي نحن مركز عليه، بداية من الشهر القادم شهر نيسان شهر التوحد أو شهر التوعية بالتوحد أو باضطراب صرنا اليوم واحد نيسان، يوم واحد نيسان المفروض نحن نوسع مفاهيم كثيرة، عندنا فعالية مختلف لا متخلف حتكون بمراكز ثقافية بدمشق، تتضمن فعاليات لأطفال التوحد، محاضرات توعية باضطراب طيف التوحد، بالطلاق الكلامي عن طفل التوحد، أيضا بأسباب وأنواع وما شابه، حتكون بدايتنا الأربعاء يوم الأحد بأربعة الشهر وحتى يوم الخميس بمراكز ثقافية بدمشق، كفر سوسي، ميدان، أبو رمانة، وبالعدوي. في إضافة لذلك نشاط بيئي يترافق مع كل هي، وهي رسالة توعية من طفل التوحد للعالم كيف يتقبلوه، لأنه هو مختلف وليس متخلف، لا يصنف على التخلف العقلي ولا يصنف على الإعاقات، إنما هو إعاقة قد تكون خفية لكن له أسلوب حياته الخاصة. نعم، يعني نشاطات كثيرة رح تكون قريبا، أكيد دائما نتمنى لكم كل التوفيق بكل شيء قادم. نصائح أخيرة بتحب توجهها طبعا، وخصوصا نحن هلأ عم نتوجه للأهالي اللي عندهم أطفال ذوي مشاكل، إن كان إعاقة وإن كان تأخر نطق أو مشاكل مختلفة. المشكلة اليوم ما أخجل فيها أيا كانت، نحن اليوم أشخاص ممكن نمرض، ممكن حتى اليوم على مستوى الكورونا المنتشرة شخص كورن فما بيظهر وما بيحكي ما بيفصح إنه عيب أو نحن معلش يكون عندنا جرأة شوي نطرح مشكلة ابننا، نستشير طبيب واثنين وثلاثة، نعترف بالمشكلة بحد ذاتها، نروح على المكان الصحيح،
مو انا بس الحق كلام العالم وتحديدا الامهات انه ابني بمركز خاص مو بمركز بمدرسه، ابني مركز تربيه خاصه ما انه بمدرسه عامه، او هي التسميات اللي يعني اللي ممكن الام تتاثر فيها لانه عم تزيد من الطين بله، انما اذا طفلي عرفتي مشكلته نقلته لمكانه الصحيح، والاحلى من هيك انه انا كنت قادره كام او اب قادر على اني اكتشف مشكله طفلي بعمر ما قبل 5 سنوات. دائما مرحله التدخل المبكر هي الذروه الذهبيه والمرحله الذهبيه لعلاج اي طفل كان. نعم، يعني من خلال حديثك نشاطات كثيره رح تكون بشهر نيسان مستمره لاطفال التوحد بعده مراكز ثقافيه، اضافه للنشاطات الدائمه بالاستشارات لعده مجالات او مشاكل عم بيعاني الطفل منها. نحن عقاب لك شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق. أما هلأ من نروح لمكتبة الأسد، أحيت وزارة الثقافة حفل موسيقي بمناسبة يوم الشعر العالمي، انضم خلاله عدد من الشعراء السوريين يلي شاركوا بهالحفل. التفاصيل بالتقرير التالي. اليوم شعراؤنا ينضحون بمشاعر تختلج في نفوسهم ويشاركهم بها الكثيرون، لذلك نحن أتينا لا لنستمع لآلامهم بل لنرى أسلوب تعبيرهم عن هذه الآلام، وأرجو أن يكون أسلوبا مبتكرا لأن الفن التشكيلي والمسرح والفنون السينمائية قد تطورت وأخذت منحا جديدا خلال هذه الحرب، فأرجو أن يكون الشعر أيضا قد يعني أدى قفزات إبداعية. هي أمسية شعرية موسيقية تقيمها الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع مكتبة الأسد الوطنية، ويشارك فيها نخبة من الشعراء المتميزين حقيقة والموسيقيين أيضا. طبعا هو احتفاء بيوم الشعر العالمي، الشعر لا يحتاج ليوم واحد، يعني بالنسبة للشعراء هم ينتجون ويكتبون وهم مسكونون بالشعر يوميا، لكن يعني الأمم المتحدة اليونسكو رأت أن يكون هناك يوم خاص بالشعر، وبالتالي يعني أصبحت جهات كثيرة ثقافية وفكرية تحتفي بمثل هذا اليوم بما فيها طبعا نحن في وزارة الثقافة. الشعر تبقى له مكانته ليس على الصعيد العربي لأننا نحن نحتفل بالشعر كديوان العرب، لا أيضا على الصعيد العالمي، فللشعر مكانة في سبر الأغوار العميقة للنفس، فحتى الرواية أو الدراما أو الأجناس الأدبية الأخرى من مسرح وغيره لابد أن تحتاج إلى الشعر في مفاصل من عملها، لهذا تبقى للشعر المكانة الكبيرة في العمق، إذ لم يكن على الصعيد الأفقي ففي العمق له مكانة كبيرة تحتاجها كل الأجناس الأدبية وكل الفنون. الاحتفاء بيوم الشعر العالمي هذا يعني أننا نحتفي بالحياة في هذه العاصمة، عاصمة أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وهي العاصمة التي أنتجت لجميع أنحاء العالم وبلدان الدنيا كلها الخط الأول والأبجدية الأولى والموسيقى الأولى. لا يزال أصوات شعرائنا العظام يملأ السمع والأفئدة من سوريا الكبرى. طبعا أن نحتفي بيوم الشعر العالمي فهذا يعني أننا آتون لكي نقول نعم للحياة ولنشيع الحياة في أرجاء وطننا.
نرجع بمحطتنا التالية يمكن لمشاكل كتير بيعانوا منها الأمهات بالتربية زينب، وخصوصا هلأ صار في كتير مشاكل عم بتواجه الأم بالتربية. عدد كبير طبعا من المعلومات رح نتعرف عليها، طرق التعامل للأمهات مع المشاكل كيف تحللها وكيف طبعا تطلع بنتيجة جيدة لتنشئة أطفالها، كل هالمعلومات رح تطلعنا عليها ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. اسعد صباحك وأهلا وسهلا. اسعد صباحك. صباح الخير. اسعد صباحك رندا. صباح. يعني اليوم عم نحكي مو بس عن الأطفال، عم نحكي عن دعم الأمهات اجتماعيا، خاصة عم نشوف كتير أنه في أمهات ما كتير بيقلون بال أو بيعرفوا يتعاملوا مع أطفالهم، فخبرينا شو هالمصطلح اللي هو دعم الأمهات الاجتماعي. هلأ نحن خصوصي هلأ بهاي الفترة عم بيطلع عنا كتير مشاكل عند الأطفال، عم بيطلع في عنا كتير إعاقات، إعاقات عم تكون واضحة سواء جسدية حركية، وإعاقات عم تكون خفية تكون مالها ظاهرة، بيبين الطفل كتير طبيعي ما في عنده أي مشاكل، ولكن على المحك على لما بلش نقارنه مع باقي الأطفال أو مع باقي إخواته فمنلاقي إنه في عنا مشاكل، أو هون بتصير الأم عندها مثل صدمة ما بتعود بتقدر تتقبل هاي الفكرة إنه طفلة عنده احتياج معين أو عنده إعاقة معينة. هون نحنا منكون بيتبلش الدور المحيط اللي موجود حوالين الأم لحتى تقدر ندعمها أولاً، وبعد لحتى تقدر هي تدعم طفلة، خصوصي إذا كانت عمر الطفل صغير، فنحن بيكون تركيز دعمنا الأكبر على الأم لحتى هي تكون السند الأساسي لطفلة لا يقدر يتكيف ويتعايش مع إعاقته أو يقدر يتطور لا يقدر يحلها. فهون المقصود انه انا كيف فيني ادعم ذوي الاحتياج، بدعمهم سواء اجتماعيا سواء نفسيا، احيانا بيكون في اعاقات بدها دعم مادي، لازم نحن ندعم الاهل ماديا، بيكونوا مرهقين لدرجه انه حتى الموضوع النفسي بيصيروا هن ضعاف، بيكون كله مرتبط مع بعضه، فهي دائره كامله. نحن بنحاول اجتماعيا كمحيط نسد الثغرات اللي بنقدر نحن نقوم فيها لحتى ندعم الام او الاب او حتى الاخوه. نعم. طيب رندا، اذا حكينا على الاسر نفسها، يعني اليوم في اسر مختلفه وتعيش ظروف ايضا مختلفه، حتى البيئه المحيطه فيها بتكون ما انا متوازيه بنفس الشكل، شو هي اكثر انواع الاسر اللي بحاجه لهذا الدعم المجتمعي؟ هلا دائما في مراحل لتلقي الصدمه وكيف اقدر اتعايش معها لوصل لمرحله اني انا اتكيف واقدر حلها. هون نختلف كلياتنا كبشر بردود أفعالنا وحسب بنيتنا النفسية وحسب الصحة اللي منتمتع فيها وحسب المحيط الداعم لنا. لهيك لما بتجي كأم تتلقى الصدمة أول شيء فيها حيكون عندها فترة نكران، إنه هي حترفض إنه لا، حكتير بيراجعنا أمهات لا أنا ابني ما في شيء، ولو كان الاحتياج على مثال إنه يكون مثلا فرط حركة، فهو مثلا حركته بتأثر على تعليمه، بتأثر على علاقاته الاجتماعية، بيصير ممكن يكون في طفل كتير اندفاعي، هدول كتير مشاكل واحتياجات كتير خفية ما بتظهر، بيقولوا ما شاء الله نشيط، إنه حبيبي طالع لأبوه مثلا، هاي المفردات بتكون هي آلية نكران للأم وأنا عم بحكي على احتياجات هي كتير خفية وكتير بسيطة ما بتكون ظاهرة وواضحة، ما حكينا لسه على الإعاقات الجسدية أو الإعاقات الكبيرة. لهيك فهي بعد ما بتكون في عم بتمر بمرحلة نكران ببلش بقى بعد ما تبلش تتقبل أو خلص ترضخ للأمر الواقع، منلاقي نوع من الأمهات ممكن يكون في عندها اكتئاب انسحاب، بتصير بتحسيها أنه هي غير قادرة أنها تتكفل بابنها، بنقول عليها غير مبالية، هي تماما هي عم تحاول تلغي وجود المشكلة اللي هي صادمتها، أو بتلاقي بتصير عصبية عدوانية انفعالها دائما مو مضبوط. هون نحن منتوجه للطفل أنه نحاول نعلمها تستخدم مفردات مختلفة لتستخدمها مع ابنها،
دائما الشكوى بتكون من اغلب الامهات، نوع من انواع الامهات، انه طول ما قعد حدا مثلا انا بدي اروح ادعمها بانه اسالها او مثلا ادعمها بشيء موضوع معين، فتلاقيها قدام ابنها عم تحكي انه عطل لي حياتي، ما عم نقدر نعمل نشاطاتنا كعائله، بس لو هو ما عنده هالمشكله كنا نحن قدرنا نعمل. فتماما، فهذا الوضع النفسي بيعمل شرخ بين الام وبين الطفل بدون ما تحس، وهي مو قصدها. فنحن دائما الدعم الاجتماعي بيكون لنعلم الام كيف تستخدم مفردات، كيف تتعلم تعامل ابنها، بتعطيه البدائل اذا عنده مثلا ما بيقدر يمشي ولكن بيقدر يستخدم ايديه، فيها تعلمه يكون شخص كتير فعال، ممكن تعلمه موهبه، طفل عنده حركه زايده ممكن كثير حطه بنشاط رياضي يبدع فيه. هاي الموضوع اللي نحن بدنا ننقل مراحل الصدمه لنوصل للتكيف بدها كثير دعم، بدها كثير نحط الام حتى بانشطه ترفيهيه لحتى ما تحس حالها انه خلص هي تعطلت حياتها فقط لحتى تامن لابنها مستلزماته او مستلزمات احتياجه. فانا بهذا المفصل البسيط لما بعطي الام لا انت عندك مساحه لك خاصه، ونحن ممكن احيانا بيكون الدعم كثير بسيط انه نوجد شخص قريب عليها ثقه انه معلي انا رح انتبه عليه، فيكي انت مثلا تروحي نشاط او تمشي شوي وترجعي، باشياء كثير بسيطه نحن بنعطي كثير دعم كبير للام وللاب. نعم ليندا، يعني خلينا نحكي كمان على الأخطاء الشائعة اللي بتلاحظيها عن بعض الأمهات بالتعامل مع أطفالهم، وخاصة الأم العاملة، لأنه بيكون عندها هذا الوقت الكافي لتعرف طفلة شو مشاكله، شو ساوى بيومه، وعم تحكي معه وعم تسمعه، خبرينا عنه. هلا الاخطاء اللي نحن كثير بنشوفها وهي اللي كثير واضحه انه احيانا بيكون الطفل ما عنده مشاكل اساسا، ولكن مثل ما ذكرتي انشغال الام او عدم تنظيم، انا بقول لهم لو الطفل ما في مشاكل ولو في احتياج ولو شو ما كان الوضع، ولو كنت شخص بيشتغل او لا متفرغه تماما، لازم يكون في تنظيم. ولو كنت متفرغه وبس لابنك سواء عنده احتياج ولا لا، لازم يكون عندك تنظيم لوقتك، يكون في شيء خاص فيكي لحتى ما يطلع الطفل اعتمادي واتكالي وانا اخلق له احتياج هو ما عنده اياه. نحن احيانا كثير بنشوف طفل نحن بنزرع له إعاقة وبنزرع له احتياج، هو بيكون كثير شخص جيد وكامل ما في شيء. لهيك من الأخطاء اللي كثير شائعة وبشوفها هي الصغرة، هي عدم تنظيم وقت الأم. كانت عاملة أو بتشتغل، أوكي تنظم وقتها، بتحط نشاط لابنها منفصل عنها ولو كان عنده احتياج، تحاول تعطيه نشاط على قد إمكانياته منفصل عنها لحتى يقدر يكون معتمد على نفسه، تكون ثقته بنفسه بالدرجة المطلوبة ليقدر يتجاوز المشكلة اللي عنده والاحتياج اللي عنده. هي أكثر خطأ شائع أنا بشوفه، إلى جانب اللي ذكرناه طريقة استخدام المفردات، إلى جانب تمييز الإخوة بينات بعضها تماما، حتى مثلا بيكونوا عم بيحضروا عاملين نشاط عائلي وعلى أساس إنه هن كتير عاملين شيء اجتماعي لطيف، ممكن يطلع طفل فيقارنوا ابنه فيه إنه شوف هو قدر يعمل أنت ما بتقدر تعمل هذا الشيء، تكون هي ما راعت ابدا لا مشاعره لا راعت المقارنه، لانه انت بهي المقارنه بقول لها انت عم تقارني حتى اهله للطفل اللي عمل هذا الانجاز فيكي، لانه انت ما قدرتي تدعميه بالدرجه الكافيه سواء هي او الاب او الاخوه. فهدول اكثر اخطاء الشائعه اللي نحن بنواجهها مع الامهات، اللي دائما بنسلط الضوء عليها تستخدم مفردات، تستخدم حتى حركات تعبير وش، مقارنات، هي كلها اشياء كثير شائعه. اكيد كمان رندا، يعني بنلاحظ انه بعض السيدات اللي هن ممكن بيشتغلوا بيكون في عندهم مربيات، بيحطوا اطفالهم مع مربيات لاوقات معينه وبعمر معين، طبعا بيدخلوهم للحضانات اللي بتستقبل اعمار معينه، وبعدها بتقول لك انا المساء مثلا عم اقضي ساعتين مع الطفل، شو ممكن اعمل اكثر من هيك؟ كيف ممكن ساعده اكثر من هيك؟ هون ترتيب الاولويات، حتى لو كان الوقت اللي هي عم تقدر تلتقي فيه بطفله هو وقت قليل، ولكن هل هي قادره هون انها هي تعرف تستنبط المشاكل تتعامل معه؟
هلا هون انا كثير بشوف اسر عندهم حدا بيساعدهم، سواء شخص التيتا الخاله او ممكن مربيه مختصه بالموضوع او شخص عادي ممكن يكون هو بيساعدها بموضوع الطفل. هون انا بقول لهم هذا نرجع لموضوع خصوصي اذا كان اللي عم بيدير باله على الطفل هو من الاسره التيتا او الخاله او العمه، فنحن هون انا كثير بركز على موضوع تعدد السلطه، انه ما يكون في تعدد سلطه، يكون في قرار واحد ثابت بالبيت لحتى انا ولو الطفل عنده احتياج لازم يكون لا والاي الكل يكونوا مشتركين بهي النقطه تماما. والافضل لما بيكون في احيانا بيكون في تصارع اجيال، تكون التيتا بتسمح الام مثلا بترفض، بيكون في هالنزاعات البسيطه تكون بعيدا عن الطفل لحتى الطفل خصوصي اللي عنده احتياج بيكون كثير شاطر وذكي لانه يلقط هاي الثغرات ويعرف يستغلها ليريح حاله. فنحن بنقول لهم دائما اعملوا مثل ولو اجتماع بسيط، انه نحن وقت بده يمسك هذا اكثر شيء شائع انه بده يمسك الايباد نحن كلنا حنعطيه بس ساعه مثلا خلال النهار ويعمل شيء بيناتهم بهي الساعه، ما يكون ساعه متواصله، يكون الكل على نفس القرار، مو حدا يخبي وحدا يعطي، هذا اللي بنشوفه كثير. الموضوع الثاني انه لما بيكون مثلا في مربيه او بيكون الـ هي المشرفه على تربيته، كثير مهم انا اكون عرفانه مختاره مين هذا الشخص اللي بده ينتبه على ابني بغيابي، شو العادات اللي عم بيعلموا اياها، شو الـ كيف عم بيقضي وقته هو وياه. دائما انا بقول لهم هي تكون اكثر للاب من الام، انه مو بالضروره المده الوقت اللي بقضيها مع ابني، هي نوعيتها هي الافضل. احيانا 10 دقائق كفيله جدا لما انا بحط ابني وبقول له انا اليوم صار معي هذا الموقف وهيك تصرفت، شو رايك كان عندك احتمال ثاني، اعطيته اشياء، علمته اولا كيف هو يرجع يحكي لي شو صار معه، إذا واجه مشكلة مشابهة كيف ممكن يحلها، وعطيته خطوة أساسية بسيطة لينمزج أو يتعلم مني كيف يحل مشاكله المستقبلية. فأنا بركز على طريقة هذا الوقت، أنا أحسن ما أقعد أنا وياه أتركه هو بموبايله مثلا أنا بموبايلي لأنه مثلا هو ما بيقدر يتحرك، لا بقعد قريبة منه وأنا وياه بموبايلي منشوف شيء مشترك، بعدين منلون أنا وياه مثلا، بعدين ممكن نحكي بموضوع، ممكن في ألعاب دائما أنا بذكرها أنه مثلا عطيني كذا معنى لهي الكلمة، هذا كله بينشط الدماغ وبيحركه وبيعطي شعور بالإنجاز للطفل وبيعطي انه ايه فعلا انا الي كياني وانا فعلا عم بقضي وقت ولو بسيط مع اهلي، ولكن هو فعال وبيعمل هذا الكونتاكت اللطيف بين الاهل والطفل. يعني رندا كثير من الامهات مثل ما قلتي المفروض ينظموا وقتهم، يهتموا بنوعيه الوقت مع طفلهم ويكونوا اقرب للطفل انه يسمعوه ويعتبروه مثل الصديق الصغير لهم. نحن بنشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها وان شاء الله كل الامهات يكونوا استفادوا منها. شكرا الفون. شكرا لك رندا، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. هلا بدنا نروح لكلية الطب بجامعة دمشق، أقيمت احتفالية يوم الطالب السوري بالذكرى ال 71، زميلتنا رزان سليمان نزلت وجابت لنا التفاصيل. احتفالية عيد الطالب حبينا تكون ليست فقط احتفالية مركزية، حبينا تكون لها ارتباط بالخدمة اللي هي أساس عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فبالتالي اليوم العيد ارتبط بخدمات قدم اليوم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، عرضناها اليوم مباشر للطلاب. أحد أهم هذه الخدمات اليوم اللي أطلقناها هي الخدمة الإلكترونية للطالب المرتبط مع موقع خدمة المواطن الإلكتروني، وبالتالي اليوم نحن الأونلاين أصبحت الخدمة على الموقع قادر الطالب في جامعة دمشق
طبعا مبدئيا في جامعة دمشق وسوف ينتقل لبقية الجامعات، أن يحصل على 3 وثائق كما ذكرنا اليوم بالحفل، وهي وثائق كانت باستطلاع أطلقه الاتحاد للطلاب. الخدمة الثانية هي تطبيق التفاعل اللي أطلقه مع تطبيق مجموعة من الطلاب مأجزينه. باسمي وزملائي في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا نعايد كل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في كل الجامعات والمعاهد السورية على امتداد الوطن وطلاب سوريا الذين دائما وأبدا كانوا نموذج مشرف لكل أشكال الصمود في الوطن، قدموا نموذج مشرف في كل أشكال العلم والمعرفة، كانوا على عكس ما أرادهم الغير، كانوا هم صمام الأمان مع رجال الجيش العربي السوري في الصمود في مقاعد العلم والمعرفة بالوقت الذي طالنا الإرهاب في أكثر من مقر جامعي، لكن طلبة سوريا بقوا صامدين. عم نحاول قدر الإمكان نكرس للمفاهيم الطلابية، نوجه كامل الرعاية للطالب، وهذا الشيء عم نشوفه بشكل واضح من خلال وزارة التعليم العالي وجهود الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وحتى بالمراسيم اللي صدرت خلال هذا العام والعام الفائت فيما يخص الطالب والتأكيد على أهميته من حيث أنه يكون شباب واعي، شباب منظم، شباب عنده هدف قادر يوصل له من خلال المرحلة التعليمية وأهمية الحياة الجامعية للطالب. أقول ألف مبروك لكل طالب بهالذكرى الحلوة. مثل ما شفنا عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فعالية كتير حلوة بهذا اليوم، وكان يوم كتير مميز. بحب أتشكرهم كتير على الخدمة الإلكترونية اللي أطلقوها. نحكي هلا بفقرتنا الصحيه زينب عن تبييض الاسنان، الخطوات التحضيريه قبل التبييض، وايضا انواع التبييض، وامتى بيكون التبييض غير فعال او غير مجدي انه نحن نعمله للاسنان وبحاجه لتعويض اخر لتجميل الاسنان. كل هالمعلومات رح نتعرف عليها اكيد لليوم مع الدكتوره هزار نشاوي، اختصاصيه بطب الاسنان التجميلي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن مصطلح التبييض الدائم البحث عن كل الشباب والصبايا. خلينا أول شيء نعرف شو هو التبييض وطرقه. طبعا مثل ما بنعرف صار التبييض بالوقت الحالي من أكثر الإجراءات التجميلية والعلاجية اللي بيلجأوا لها كثير من الأشخاص، لأنه إجراء سهل وسريع، يعني بنقدر نحصل فيه على نتيجة تجميلية خلال يوم أو يومين. التبييض هو بشكل أساسي بيزيل الترسبات وبيزيل الطبقة الصفراء اللي بتتكون على الأسنان نتيجة بعض المشروبات أو الأطعمة أو طريقة الغذاء، وحتى نتيجة بعض أنواع التدخين. كل هاي الأمور بطريقة حياتنا اليومية بتشكلنا طبقة على الأسنان، طبقة صفراء بتسبب هذا اللون الأصفر. نعم. تمام. طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم على أنواع التبييض والمراحل التحضيرية. يعني في أشخاص بيعرفوا أنه أنا بنية أسناني لونها جيد، فإذا عملت تنظيف بشكل خليني أقول كل 4 شهور أو 3 شهور على حسب قد عندي تصبغات رح أحصل على نتيجة منيحة، وفي ناس لا بدون تبييض. نحكي عن هذا الشيء. تمام. بالبداية كثير من المرضى بيجوا انه انا فورا بدي اعمل تبييض. هذا الشيء خاطئ بوقتنا الحالي. نحن بالبداية لازم نشوف حالة الاسنان، نشوف مثلا طبقة الكلس الموجودة على الاسنان، هي بتعيق التبييض. نحن بالبداية لازم نجهز الاسنان، نعيد تأهيل الحالة الفموية بشكل كامل قبل ما نجي ونطبق المادة المبيضة على اللثة وعلى الاسنان. كمان عندنا تسوس الاسنان او النخور، نحن ما فينا نطبق التبييض مباشرة اذا في نخور بالاسنان، لانه ممكن المادة المبيضة تتسرب ضمن طبقات السن وتسبب لي تطور بالنخر او حساسيه معممه بالاسنان. التهابات اللثويه كمان عندنا بتعيق انه نحن نعمل تبييض اذا في عندنا التهابات لثويه. لازم بالدرجه الاولى نعالج كل هاي الامور المشاكل من النخور والالتهابات اللثويه، بعدين نصير نطبق الماده المبيضه لنحصل على نتيجه فعلا مقبوله من ضمن المريض وجماليه. نعم. في عده طرق للتبييض، ان كان تنظيف منزلي بالليزر، اكثر من طريقه تنظيف الاسنان. احكي لنا عن الطرق كل وحده على حدة الاليه تبعيتها واكثر الطرق فعاليه. يعني
طبعا هلا نحن عندنا طرق عديده بتبلش بالدرجه الاولى. نحن بالبدايه مثل ما حكينا لازم نعمل تقليح وتنظيف اللثه والاسنان. بعد ما نزيل طبقه الكلس والجير بصير عندنا نوعين من التبييض. نحن هون بنشوف حاله الاسنان. في عندنا تبييض ليزري ضمن العياده، هو بيكون عباره عن جلسه جلستين، كل جلسه لمده 30 دقيقه. نحن بنعزل اللثه وبنطبق ماده مبيضه على الاسنان طبعا ضمن ضوء ليزري معين بنسلطه. بالتبييض الليزري هذا النوع المريض بيحصل على نتيجه حلوه خلال ساعه، بس ممكن نحن ما بيحصل هو مثل ما بيفكر انه على نحن درجه كثير من البياض انه بنسميه البياض الثلجي. لا، بتفرق عنا كل جلسه يعني 40% من اللون الاصلي للاسنان. في عنا كمان التبييض المنزلي اللي هو عباره عن قوالب بناخذ قياس لاسنان المريض، بنصنع له قالب سيليكوني، هذا القالب بيطبقه بالمنزل مع ماده التبييض. طبعا كل هي بتكون هي التركيز والماده موصوفه من قبل الطبيب، يعني بنعطيه القوالب والماده المبيضه بيطبقها لمده 15 يوم بشكل متواتر بشكل يومي او ممكن يعمل بينها فترات بسيطه. في عنا كمان هي ما كثير تعتبر هي من طرق التبييض، بس في عنا شرائط تبييض او لصاقات ممكن نطبقها على الاسنان ولسه كمان تعطينا نتيجه جميله. هلا هي كلها هي طرق التبييض بنسميها نحن بالنسبه للاسنان الحيه اللي هي التبييض المنزلي او التبييض بالكلينيك. في عنا نوع من التبييض اللي هو التبييض بالنسبه للاسنان المستأصله اللب او المسحوب عصبه، يمكن تتضمن لسن واحد. احيانا نحن بعد ما نسحب سن عصب السن بصير في تلون بالسن مع الزمن، ممكن نشوفه خاصه بالاسنان الاماميه. ممكن نحن نعمل تبييض داخلي بانه نحط ماده مبيضه ضمن السن ونفتح اللون للدرجه المطلوبه ليصير مثل باقي الاسنان. أكيد. طيب دكتوره حكيتي عن الاسنان مسحوبه الاعصاب، خلينا نسال هذا السؤال اللي كثير عالم بيكون شائع عندها، هل تبييض الاسنان هو حل دائم؟ يعني انا اليوم خضعت لاحد عمليات تبييض الاسنان بطريقه من الطرق، هل هذا حل دائم ولا انا لا ممكن بدي ارجع مره ثانيه بعد فتره معينه ارجع اخضع لطريقه اخرى؟ طبعا هو مفهوم شائع مثل ما حكيتي، كثير من الناس بيفكر اذا انا عملت جلسه تبييض ليزري حاحصل على نتيجه دائمه يعني فور ايفر مدى الحياه. لا، دائما نحن اسناننا والبيئه الفمية بتتاثر بطبيعه حياتنا، يعني نحن مثلا اذا كان عندنا عادات يوميه كالتدخين، شرب منكثر من شرب القهوه الشاي، دائما الاسنان بتتاثر بالشيء المحيط فيها، فحيرجع تتلون الاسنان وترجع عندي هي الطبقه يعني طبقه التكلسات او طبقه الصفاره العالية. فنحن بننصح بانه نعمل التبييض مينيموم كل 8 شهور بنعيد جلسه التبييض الليزري او المنزلي، مو اقل مشان ما نسبب تاثيرات جانبيه تاثيرات ضاره على الاسنان. نعم، طب حكينا عن التبييض، هلا في ناس غير مسموح لهم التبييض مثلا؟ طبعا في كثير حالات نحن ما فينا هون نتدخل عن التبييض، مثلا كثير من المرضى بيسالونا انه بالاسنان الاماميه عندهم بيكون في حشوات على الاسنان، هل هي الحشوات بتتبيض؟ نحن بنقول لا، بس السن الطبيعي دائما هو اللي بيستجيب للماده المبيضه، كمان الاشخاص اللي عاملين تركيبات خزفيه زيركون ايماكس هاي التركيبات ما بتستجيب للتبييض. ممكن الاشخاص اللي بيتناولوا في ادويه بتسبب تصبغ بالاسنان، حتى لو بيضنا لهم ما بيفرق كثير عندهم لون الاسنان، بيكون عندهم اجراءات ثانيه ممكن نعمل لهم اياها لحتى نجمل لهم ابتسامتهم. نعم. الاسنان اللي تعرضت لردود ممكن، الرد كمان هو السن بيكون في غير قابل للتبييض. يعني تلون دائم بيصير بالاسنان ما بتستجيب. طيب خلينا نحكي عن الفترة بين عملية التبييض مثلا كأول مرة والفترة الثانية، مع طبعا مراعاة مثل ما حكيتي نمط شو النوع اللي نحن خاضعين له للتبييض، وأيضا كمان إذا نحن بندخن وبنشرب كتير خليني أقول قهوة وشاي وشغلات مصبغة يعني. تمام، هلا الفترة مثل ما حكينا انه ممكن نحن نعيد كل 8 شهور نعيد التبييض. هلا بالنسبة للامور البسيطة اذا الاشخاص ما في ناس بيقولوا بترق ولا لا؟ لا، هلا بترق على كترة التبييض اذا كان ضمن تركيز معينة ضمن العيادة، يعني المريض ما افرط بالتبييض المنزلي مثلا استخدم تركيز عالية، فينا نحافظ على طبقة المينا وما نأذي الاسنان. بالنسبة للتبييض فينه المريض اذا بيهتم بالصحة الفموية ودائما في تفريش بعد ما نشرب هي المشروبات الملونة، إذا كل 3 شهور عمل تقليح وتنظيف للأسنان بأنه بس نزيل طبقة الكلس وتلميع للأسنان فينا نحن نأخر فترات التبييض. هو ينصح فيه عمليا بكل 8 شهور للسنة نحن نعيد التبييض مرة واحدة ما نزيد أكثر.
وإذا طبقنا التبييض بنفس الخطوات والشروط ممكن نحصل على طريقة دون معنى لسنة. نعم، طب يمكن هلأ بكورونا كتير ناس بتخاف تراجع عيادة أطباء الأسنان فبتتداوى لحالها، حتى بتجتهد بالتبييض بالطرق اللي بتقراها على مواقع التواصل الاجتماعي. أول شيء خبرينا التعقيم بعيادة طبيب الأسنان كيف بيكون حتى الناس تطمن إذا كان عندها وجع ضرس أو شيء. ثانيا شو رأيك بهي الخبريات تبع الفحم والفريز والمدري شو اللي بيبيضوا الأسنان؟ وصفات. هلا بالنسبه خلينا نبلش بهدول الوصفات، الفحم هي يعني وصفات غير مثبته طبيا، هي اجتهادات شخصيه، ممكن شخص لقى في فرق عنده، مجرد انت ما تعطيني زياده بالاسنان وتضلك تفرشيهم او تطبقي ممكن يفرق اللون بشكل بسيط، بس طبيا من ناحيه المواد هي ممكن تكون مواد ممكن شوي تبيض الاسنان بس مخرجه للثه بنفس الوقت، فنحن ما فينا نثبت فاعليتها، ممكن ناذي اللثه مع التطبيق المستمر. بالنسبة للكورونا بالعيادات أهم شيء فعلا هو طمأنة المريض، يعني أثبتوا أنه عيادة طبيب الأسنان كتير ناقلة للكورونا صحيح. بنسبة عالية. نحن طول ما حافظنا على التعقيم والتطهير sterilization بكل الأماكن منخفف فعلا من نسبة الانتقال العدوى. مثل ما بنعرف ممكن فيروس كورونا بينتقل، أي فيروس بينتقل عن طريق الطبيب للمريض أو مريض لمريض آخر أو عن طريق يعني ملامسة المريض لسطوح العيادة. فينا نحن إذا حافظنا بكل شيء بالتعقيم، تعقيم السطوح، تطهير السطوح، في كتير مواد معينة، الكحول الإيتيلي أو الفوم الألدهيد، نقدر نحافظ ونضبط الانفكشن كنترول بالعيادة ونخفف من نسبة انتقال العدوى. نعم، يعني بالختام بدنا نتشكر حضرتك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى دائما الصحة والسلامة والابتسامة الحلوة للكل. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. اما هلا سلمى بدنا ننتقل لاستوديو الاخبار للاطلاع على موجز لاهم الانباء على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا ابو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم واخر الانباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أعربت سوريا عن استهجانها لانعقاد ما يسمى مؤتمر بروكس الخامس دون دعوة الحكومة السورية، مؤكدة رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي بالمروحيات 40 إرهابيا من تنظيم داعش من سجن الهول شرق مدينة الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشداد. وذكرت مصادر أهلية أن 3 مروحيات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها 3 حوامات قتالية هبطت في قاعدة الشداد وكانت تقل نحو 40 إرهابيا من تنظيم داعش، تم نقلهم من سجن الهول الذي تديره ميليشيا قصد بالتعاون مع قوات الاحتلال. قتل مسلحان وأصيب 3 آخرون من ميليشيا قصد بهجوم استهدف سيارة تقلهم بريف الحسكة الجنوبي. وذكرت مصادر أهلية أن هجوما استهدف سيارة تقل عددا من مسلحي الميليشيا على الطريق الواصل بين مدينة الشداد وقرية التشيشة بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل 2 منهم وإصابة 3 آخرين. في خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تنظيم داعش الإرهابي كأداة لعرقلة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. هذا وقال لافروف خلال منتدى فالداي المنعقد في موسكو إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل نهب النفط السوري والموارد الأخرى وتعمل على زعزعة الاستقرار في سوريا. وصلنا إلى ختام الموجز والآن عودة إليك زينب.
شكرا لك زميلتنا علاء ابو خضر من غرفه الاخبار. وكريم لاخر فقراتنا الصباحيه، هلا شو عنا سلمى؟ رح نروح للتراث الفني الغنائي، وايضا كثير خلينا نقول من انواع التراث السوري المتنوع بشقيه المادي واللا مادي. حمل هالتراث تنوع كبير من حرف وعادات وتقاليد، شكلت لوحه جماليه سوريه عبر الزمن. اكيد عشاق الفن على موعد مع افتتاح مهرجان البزق العاشر بخان اسعد باشا، طبعا عم بيضم عدد من ومشاركه من عازفي الطنبور والبزق وعدد من الالات الاخرى من مختلف المحافظات السوريه. لنحكي اكثر عن هالمهرجان والتفاصيل اكيد معنا الصحفي ادريس مراد منظم ومدير المهرجان. يسعد صباحك صباح واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ ادريس، وخلينا نبلش اليوم مع المهرجان بنسخته العاشره اللي طبعا عم يتحضر ليكون حاليا بخان اسعد باشا العظم، واكيد عدد كبير من الناس نعم. ومحبين هذا المهرجان تماما. ومتابعينه عبر 10 دورات بانتظاره. تماما. آلة البزق هي من احدى الالات التراثيه حقيقه في الموسيقى السورية، يعني أساس البزق هو من آلة اسمها الطنبور. الطنبور هي الآلة الأقدم حقيقة فيها في هذه العائلة، يعني من بعد الطنبور إجا البزق ومن ثم البقلمة، وكان في آلة تانية اسمها الجنبش عمليا هلا حتى نحن حاطينها بهاي الدورة مشان بس نفرجيها للحضور. هاي الآلة تقريبا ماتت تماما، قليلين جدا في العالم يعني يعزفوا على هاي الآلة. بس عموما هاي الآلات كلها تنتمي لتراث عمرها آلاف السنين، يعني فيني أقول لكم عمرها أكثر من 4000 سنة، 4000 عام آلة الطنبور خاصة. يعني طبعا الاستمرارية يعني 10 سنوات بهذا المهرجان أكيد له يعني له اكيد اهميته، حتى يعني قدرنا نستمر في 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 هذه السنوات السابقه. اعتقد آلة البزق يعني هي من الالات اللي بتقدر تطلع على المسرح، اللي بتقدر انه تقنع الحضور بعزفها حتى لو كان منفرد، وقليل جدا من الالات البدائيه القديمه حتى عند شعوب العالم نقدر نلاقيها عند اي شعب مثل هذه الاله الوتريه اللي عمرها 4000 سنه وفيك هلا تعزفها على المسرح ويشد الجمهور لليوم. فكان من الضروري جدا انه نبين للعالم انه هاي الالات موجوده عندنا، مو بس للعالم، نبين للجمهور السوري ايضا انه في نحن عندنا هاي الالات، باعتبار اله الطنبور والبقلمه والجنبش هي الات محصوره بمنطقه سوريه معينه اللي هي شمال وشمال شرق سوريا. يعني كانت تعزف بالاعراس وتعزف وتعزف بمناسبات اجتماعيه عده، وخاصه اله الجنبش حتى باواسط الثمانينات او بدايه الثمانينات كانت تستعمل نتيجه انه صوتها عالي. هي اله معدنيه فينا نعتبرها، يعني من 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 الفونت او من الالمنيوم والصدره تجي من الجلد، فبتعطي صوت حتى الاوتار تبعها معدنيه فتعطي صوت اعلى، فاحيانا بيمشي حال حتى بدون اجهزه الصوت او بدون مكبرات صوت. آلة الطنبور استعملت قديما جدا في طقوس دينيه قديمه مثل الديانه الايزيديه مثلا، هاي الديانه القديمه هي ديانه ما قبل الاسلام طبعا، واستعملت ولا اليوم تستعمل طبعا، حتى اليوم موجوده هاي الديانه عندنا بسوريا تستعمل في طقوسها الدينيه. يعني عندهم هن مزار، دائما المزار هو بعيد عن المناطق السكنيه، فبأعيادهم او بصلواتهم الدينيه تجتمع كل هذه الأرياف وكل هذه المدن بمنطقة واحدة، ويعني وينسحبون نحو هذا المزار في جبال
مع الغناء والناي والدفوف وآلة الطنبور. فإذا يعني آلة الطنبور لها أهمية كبيرة، غير ذلك استعملت في الغناء والطقس الشرقي والكثير من الألحان حتى أنا عم نسمعها استعملت عزيزة. فكان من الضروري أن نعطي مجال لهذه الآلة، نقدمها بشكلها لائق، نقدمها على مسارح سوريا. طبعا قدمنا 7 مهرجانات، 7 دورات من المهرجانات على دار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق، وكذلك الأمر قدمناه في مسرح القباني، كمان هذا المسرح حقيقة هو من المسارح القديمة بدمشق. زائد قدمناها لعامين على مجمع دمى الثقافي. السنة حبيت إنه أو كان حلم حقيقة لي إنه هاي الآلات التراثية تكون في مكان تراثي. فما لقينا افضل من او اجدر من خان اسعد باشا اللي هي تنتمي كمان لارثنا العظيم للتراث السوري العظيم، انه تخيلي اليوم راح يكون في الحان تراثيه عمرها مئات السنين في مكان عمره عشرات السنين. قد ايه بده يعمل تناغم وانسجام ما بين هذين التراثين، التراث الموسيقي والتراث المعماري السوري. نعم، وخاصة أنه اليوم في له أهمية كمان بالمكان اللي مثل ما قلنا خان أسعد باشا، والنسخة 10 يعني 10 سنوات، اليوم السنة 10 عم تكون يعني بمكان حضاري، أصبحت ظاهرة ثقافية حقيقة هذه المهرجان. وخاصة أنه هي جزء من التراث، يعني هي الموسيقى جزء من تراث سوري من مختلف المحافظات اندمج، واليوم يقدم بطريقة أو ما بمهرجان معين. خلينا نحكي عن أهميته اليوم. يعني هو بمختلف حقيقة مناطقه وألوانه. نحن بنعرف الموسيقى السورية هي ذات ألوان متعددة، يعني هذا اللون كمان بيحسدون عليه العالم، يعني باعتبار يعني قد ما كان في ألوان، قد ما كان في غنى، قد ما كان في حضارات أكثر، قد ما كان في ثقافات أكثر. مثلا اليوم بدنا نسمع الموسيقى السريانية، بدنا نسمع الموسيقى الآشورية، بدنا نسمع الموسيقى الكردية، بدنا نسمع الموسيقى العربية بلهجاتها العديدة. فهذه الألوان من الصعب تجدينها بأي بقعة من الأرض. فهذه الآلة استعملت في هذه الموسيقات. فتخيلي إنه قديش راح يكون في عنا ألوان بهذا المهرجان. أهميته تكمن في كثير من المسائل حقيقة. يعني المسألة الأولى والأساسية هو إنه هي الحفاظ على هذا التراث، غير إنه كمان نحن عم نحاول إنه هاي الآلة ما بتموت، يعني ما تموت، ضل عايشة في 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 بيوتنا، في وجداننا. وخاصة إلى اليوم إنه أي بيت في الجزيرة السورية حتى لو ما كان في عازفين بين هذا البيت بتلاقي انه هاي الآلة آلة الطنبور هي معلقة ببيوتهم. فهذه الآلة ما لازم تموت ابدا، وخاصة انه عندها امكانيات ومساحات في علاماتها الموسيقية، يعني هي لا تختلف عن العود ولا مو قليلة عن، يعني امكانياتها مو اقل من العود ابدا، ربما في بعض الاحيان يعني هي تستبق العود في الامكانيات الموسيقية. واستعملت عند الكثير ولحنت عليها الكثير من الألحان. مثلا محمد عبد الكريم لحن عباقرة العالم، المغنيين عباقرة المغنيين العرب. مثلا سعيد يوسف هذا الشخص اللي افتقدناه من زعام، هو كان أمير الثاني بعد محمد عبد الكريم على هذه الآلة. حقيقة كمان ما ضل حدا ولا غنى من ألحانه، هو كل هذه الألحان لحنت على هذه الآلة. نعم. فله أهمية كبيرة، وزائد أنه وخاصة يعني منذ المهرجان الأول لليوم في كثير من الأطفال وكثير من الشباب عم تحاول تتعلم على آلة البزق، وفي منهم حتى عم يتعلموا على آلة الطنبورة والبقلمة. ف يعني مشان نحافظ على هدول، مشان نعطي حافز لهدول، مشان نقدر نرشف هذا التراث العظيم، فكان لابد من مهرجان البزق. وخاصة السنة نحن عاملين يعني أكثر من شغلة،
في هذا السياق في هذا المجال. المسألة الأولى أعطينا مجال لعدد من اليافعين اللي عم يعزفوا على اللي عم يتعلموا، وخاصة هن من طلاب معهد صلح الوادي وطلاب فريد الأطرش معهد فريد الأطرش بسويدا. أعطيناهم مجال ولو لكل واحد معزوف أنه يقدر يعزف على هذه الآلة، كمان مشان نشجعهم أنه يضلوا يتعلموا ليكبروا ليصيروا عازفين محترفين. زائد أنه عملنا ورشة عمل في نهاية المهرجان. المهرجان هو 4 أيام في خان أسعد باشا. يوم الخامس رح يكون عبارة عن ورشة عمل يوم كامل رح نلتقي فيه مع أغلب المشاركين. تنتهي هذه الورشة بأمسية عزف منفرد على هذه الآلات، يعني عمليا رح يشارك فيها شيء 15 عازف، كل عازف بده يقدم معزوفة تراثية على نعم. على آلته. يعني أستاذ إدريس، بما أنه حكينا عن رحلة فنية من التراث السوري اللي بتتميز فيه طبعا الجزيرة السورية بكل محافظاتها، خلينا نرجع نذكر اليوم، قلت 4 أيام تقريبا صلوا المهرجان، خلينا نذكر بأيام المهرجان العروض اللي موجودة مشان الناس اللي بدها تروح تحضر أو تتعلم أو حتى أنه بس تتزوق هاي الرحلة اللي موجودة عم بتقدموها، إن كان من الشباب مع اليافعين أو حتى من الفنانين المشهورين اللي بيعزفوا على آلات متعددة. تماما. هلا اليوم هو الافتتاح، اليوم الساعة 7 مساء في خان أسعد باشا وعلى مدى 4 أيام. أنا ما راح أذكر أسماء لأنه هي أسماء حقيقة كثيرة، يعني بس حوالي الساعة 7 مساء على مدى 4 أيام، كل يوم الساعة 7. كل يوم عندنا حوالي 7 فقرات. فيني أحكي عن طبيعة البرنامج شو بده يكون. في بعض الآلات رح تكون سولو لحالها، آلات فردية وخاصة آلة البزق. وحنا قصدنا في آلة قديمة، هاي الآلة اللي عم بحكي لكم عنها اللي عمرها آلاف السنين، هي آلة الطنبورة. الطنبورة صغيرة هي الأساسي. في عازف من منطقة عفرين راح يجي يعزف عليها، فكمان احنا قصدنا نقدمها سولو هاي الآلة لحالة مشان نبين أكثر الطبيعة اللي كانت نعزف عليها. هذا الشخص يجوز هو آخر شخص اسمه أكرم نازي، هو من آخر الأشخاص اللي بيعزفوا بهي الطريقة على هذه الآلة. طريقة الأصابع هي الطريقة القديمة البدائية جدا عمرها آلاف السنين. وبعض الآلات الثانية نحن قصدنا مشان أنه يكون في شكل من أشكال التنوع، أنه تقدم هاي الآلات أو هذه الألحان بطريقة مستساغة للإذن. حاولنا أنه نخلطها مع بعض الآلات الثانية كالناي والكمان والآلات الإيقاعية، أنه على أقل شيء أنه المستمع لما بيقعد أنه ما يسمع بس آلة البزخ بعدين يصير عنده ملل. فلما يكون في مقطوعة آلة بزخ سولو زائد مقطوعة ثانية موزعة موسيقيا، فممكن جدا أنه راح يقدر يظل من بداية الحفل لآخر الحفل بدون أي ملل. فهذا اللي قصدنا. المسألة الثانية حكيت لكم عنها هي مسألة أنه احنا أعطينا فرصة لبعض الطلاب هذه الآلة، طلاب هنا يافعين، بحيث أنه بدهم يقدموا كل واحد معزوفة مشان نقدر يعني نشجعهم أنه نعطيهم هذه الفرصة أنه يقدروا يكملوا دراستهم لهذه الآلات. بالإضافة مسألة ورشة العمل كمان كانت ضرورية، لأنه نحن العازف اللي جاي من طرطوس مثلا مو مثل العازف اللي جاي من درعا، أو العازف اللي جاي من درعا مو مثل العازف اللي جاي من قامشلي. يعني كل واحد عندهم أسلوبهم وعندهم طريقتهم بالعزف على هذه الآلة. فبالورشة راح يتعرفوا الكل على الكل، هذا بده يعطي خبرته لهذا وهذا بده يعطي أسلوبه، يعني 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 بيعلم الثاني على أسلوبه في العزف. فهيك راح نعمل تبادل خبرات وتبادل وجهات نظر عن طريقة العزف على هذه الآلة في بلادنا. وكمان يعني عموما انه سنة في اسماء جديدة وفي ألحان جديدة وفي ومكان جديد، يعني كل هذه الشغلات هذه الأشياء هي شغلات جديدة بالمهرجان حقيقة. نعم، يعني مهرجان سيستمر لأربعة أيام ابتداء من اليوم 7 مساء بخان أسعد باشا، في عدة مشاركات من عدة محافظات سورية. نعم. حتمثل التراث والثقافة السورية بعدة آلات تحكي تاريخ سوريا. نحن بنتشكرك كثير لوجودك معنا وبنتمنى لكم التوفيق على مدى أيام المهرجان، مهرجان بالضبط. وحقيقة مو تقريبا هي من كل المحافظات السورية المشاركين بهذه الآلة، وأغلبهم من المنطقة الشمالية وشمال
باعتبار هاي الآلية تستخدم أكثر في هذه المنطقة السورية. يعني أنا حابب بصراحة أشكر وزارة الثقافة اللي عم تستمر معي إنه وعم تعطيني إنه هاي التشجيع إنه أستمر بهذا المهرجان، دكتورة لبانا مشوح، الأستاذ عماد جلول اللي فتح صدره إلنا وعطانا كل الشغلات المتاحة، حقيقة لازم نشكرهم هذول لأنه هن دائما معي، وحابب أشكر كل المشاركين اللي عم يعانوا من عناء السفر وخاصة اللي جايين من القامشلي واللي جايين من منطقة حلب، من محافظة حلب ومن طرطوس واللاذقية ودرعا. هؤلاء الأشخاص يعني حقيقة شكر كبير لهم باعتبار عم يعانوا هذا المعاناة، وعلى بتعرف وأنت ونحن يعني قد ما كان في أجور لهي المسألة ما بتعادل شيء اللي نحن وضعنا اللي نحن فيه، فكل الشكر لهم وكل الشكر لكل ما عم يساندني على حفاظ على التراث السوري باعتبار أنا اتجاهي للتراث السوري بشكل عام. يعني قريبا جدا رح يكون عندي حفلة للتراث الساحلي، رح كان في بعض الشخصيات اللي عم يشتغلوا بهذا التراث، وأيضا عندي مهرجان قوس قزح اللي تهتم بالألوان كمان قريبا جدا رح نشتغل بهذا المجال. أكيد بدنا نتشكرك لوجودك معنا وأكيد نضم صوتنا لصوتك ونشكر كل مين عم يشتغل بهذا الظرف الصعب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا. وبالتوفيق لكم أكيد. شكرا جزيلا. سلمى صباحنا وصل لنهايته، إن شاء الله نكون قدمنا مشاهدينا الفائدة والمتعة إضافة لعدد من الفعاليات اللي كان ختام اليوم مهرجان البزق اللي حيستمر لمدة 4 أيام بخان أسعد باشا، اللي كل حابب يشارك أو يحضره كمان يروح على خان أسعد باشا. وأكيد من لكم أي استفسار راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، ومن مطعم برنت نقولكم تضلوا بألف خير، ديروا بالكم على حالكم منيح وتضلوا بألف خير. سلمى تضلي بألف خير زينب، وأكيد الصحة والسلامة لكل مشاهدينا وين ما كانوا متواجدين، سواء متوجهين لأعمالهم أو حتى كانوا ببيوتهم، نتمنى لهم الصحة والخير. مثل العادة ما قدر يحضرنا هلا بيقدر يشوفنا بالإعادة الساعة 1 ليلا أو يتابع مقتطفات على صفحة الإخبارية وصباحنا غير. ضلوا بألف خير، باي باي.